بداية بنرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي، وبنشكر كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي بيشاركونا النهاردة في أول مؤتمر صحفي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. الحقيقة كان مفترض إن ميعاد المؤتمر ده يكون عقب التعاقد الرسمي مع السيد باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، لكن أكيد حضراتكم زي ما تابعتوا نظرا لضيق الوقت وبداية معسكر اسكندرية اللي انتهى من أيام قليلة، نظرا لضيق الوقت ومعسكر اسكندرية اللي انتهى من أيام قليلة تأجل المؤتمر للنهاردة. والحقيقة الجهاز الفني كابتن محمد يوسف والسيد باتريس كارتيرون وكل أعضاء الجهاز كانوا حريصين ان يلتقوا مع حضراتكم ويتواصلوا مع الساده الاعلاميين والصحفيين، لان عندنا قناعه كامله ما فيش نجاح من غير اعلام. الاعلام قاسم مشترك في كل النجاحات في كل المؤسسات الرياضيه. خليني اقول لحضراتكم في البدايه اعيد تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي اللي تولى المسؤوليه، واللي احنا ان شاء الله بنتمنى له كلنا التوفيق وكلنا خلفه وكلنا مساندين ليه كأعضاء وكجماهير وكإدارة وكلجنة كورة وكمجلس إدارة. كلنا مساندين لهذا الجهاز اللي احنا بنعقد عليه أمال كبيرة إن شاء الله أن يحقق طموحات كل الأهلوية على كافة المستويات، سواء المستوى المحلي أو المستوى القاري. تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي الجديد، سيد باتريس كارتيرون مديرا فنيا، كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، كابتن سامي قمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، السيد ليندمان مدرب الأحمال، كابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال، كابتن وسام صفوت سيمو محلل الأداء، كابتن سمير عدلي مدير إداري. والحقيقة كنا نتمنى الكابتن سمير عدلي يكون موجود معنا النهاردة، لكن نظرا لسفره صباح اليوم إلى كرواتيا لتنظيم معسكر الإعداد الخارجي اللي إن شاء الله هيبدأ بكرة في كرواتيا، تعذر وجوده معنا في هذا المؤتمر. الراجل بيبذل مجهود كبير الحقيقه على كل المستويات. معانا برضو في تشكيلة بقى الجهاز الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، الاستاذ عمرو محب القائم باعمال الترجمه. طبعا في تفاصيل كثيره في تشكيل الجهاز الفني، لكن هذا شان داخلي يخص الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، شان داخلي.